رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. مساء التفاؤل والأمل. النهاردة يوم مميز جدا جدا جدا. النهاردة هنكلم كل واحد عنده مشكلة في حياته، عنده مرحلة مش قادر يتخطاها، عنده حاجة صعبة مش قادر يتخطاها في حياته. بنقوله النهاردة إن مع العسر يسر، ربنا سبحانه وتعالى موجود قادر إن هو يغير لك كل الأحوال لأحسن حال. هنقول لكل حد لسه مش عارف هدفه ايه في الحياة، لسه مش عارف يعمل ايه، لسه مش عارف يبتدي منين، احنا معاكم النهاردة هنقول له يبتدي منين ويبدأ ازاي في حياته بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة تأهله كل سبل النجاح. كل ده طبعا مش هيجي غير بالعزيمة والثقة في الله سبحانه وتعالى. فتذكر ان كانت لك حاجة وليس لك قدرة فلك رب سبحانه وتعالى له قدرة وليس له حاجة. النهاردة طبعا يوم مميز جدا عشان معانا إنسانة مميزة جدا، ينبوع طاقة إيجابية، أستاذة هدى سالم. برحب بيك النهاردة ومبسوطة جدا جدا إن أنت معايا، وبجد يعني حد ذو قامة وذو مقام، وأنا بحبك وبحب كل كتاباتك. أنا اللي بحبك جدا. طبعا أستاذة هدى صاحبة كتاب لا تغفرن، وصاحبة كتاب ما بعد الصدمة وكسر الخاطر، وليها مقالات شهيرة كتير جدا على الفيسبوك وعلى صفحتها الشخصية وعلى صفحة عمق اللي هي معروفه طبعا جدا في الفيسبوك، ومعروفه بمقالاتها ومحبوبه جدا 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 جدا. حبيبتي النهارده هبتدي معاكي وهسالك في موضوع يمكن كتير قوي اتسالنا عليه. السوشيال ميديا اتغيرت ازاي بعد الكورونا؟ ايه اللي حصل بعد الكورونا غير السوشيال ميديا؟ وايه القلبان اللي حصل ده؟ كلنا بقينا قاعدين كده في الموبايل. بصي انا مبسوطه اولا انا معاكي النهارده. انا الاسعد. لقاء جميل جدا اصلا. يعني بص يا ستي، الناس بتتناسى ان السوشيال ميديا هذا العالم الافتراضي انه افتراضي، وفي ناس بتسلم قلوبها وعقولها ومشاعرها وفلوسها. ممكن الدنيا طبعا بتضيع لما انت بتبقى عارف ان هذا الجهاز هو اللي اصبح متحكم فيك مش انت المتحكم فيه. ودي كارثة ان انت تسيب اي حاجة في الدنيا هي تكون بتعمل كنترول عليك مش انت اللي تعمل عليها كنترول. تمام. الضياع النفسي بيجي من اللحظه دي، وهو ضياع الكنترول بتاعك. فانا بقيت دلوقتي قاعد مثلا مع مجموعه اشخاص اصدقائي وعايزين نخرج، فقدت عالمي الواقعي. بالظبط، بقيت في عالم تاني افتراضي. هقول لك على حاجه كمثال. روحي اي كافيه، شوفي مجموعه اصدقاء قاعدين مع بعض كده من بعيد، لو لقيت اتنين بيتكلموا مع بعض يبقى تعالي قولي لي. مفيش، بروح عارفه تروحي تبصي كل واحد في موبايل. بالظبط كده. انا يا جماعه طب انتوا تعبتوا نفسكم ونزلتوا من البيت ليه؟ ما تطلعوا تقعدوا في البيت تاني، ارجعوا اقعدوا في بيتكم تاني. شوف انت وراك ايه وانت عندك ايه وخلاص. اصل الناس المفروض ان انتوا تنزلوا تتكلموا، عايزين تشوفوا بعض. يا جبابره شوفوا بعض، حسوا ببعض، تحاوروا، تكلموا، شوف ده عنده مشاكل ايه، الفتره اللي انت كنت غايب عنه فيها حصل له ايه في ايامه. طب وتغير ايه بعد الكورونا؟ ما هو ده موجود من قبل الكورونا. ده موجود بس ولكن ازداد حده. عارفه احنا وصلنا لمرحله الاكستريم اللي هو ايه بقى؟ غير الاخبار الكاذبه بقى يا دينا، احنا بقينا نصدق اي حاجه. اي حاجه. فلان مات، انت كنت مستني الراجل ده يدخل المستشفى عشان تفضل تقول لنا، يعني الله رحمه الله عليه الفنان سمير غانم. مجرد ما دخل المستشفى هو والفنانه الجميله دلال عبد العزيز. خدتيني في حته انا كنت هاخدك فيها في اخر الحلقه. كويس ان احنا ذكرناه. دلوقتي الناس اللي توفت، في كل بيت دلوقتي او في كل عيله في حد توفى، في حد قريب مننا نعرفه اتوفى، في حد ساب اثر، ساب علامه. نتخطى المرحله دي ازاي؟ بالذات ان ده زاد برضو كمان في مرحله الكورونا. نتخطى المرحله دي ازاي؟ الانسان اللي حس بمراره الفقد، وجع الفقد، يعمل ايه؟ مفيش بيت من البيوت دلوقتي سواء بقى المصري والعربي وخارج والبلاد غير ما تلاقي دايما اي يعني معارف، اقارب، جيران، في خبر وفاه في كل بيت. يعني تحس كده اللي هو ايه، يعني خلاص فيروس هنعمل ايه؟ ده واقع. تمام. اول حاجه تقبله ان هو ده واقع، ان ده امر من ربنا، وكانه جند من جنود الله زي ما هم قالوا. تمام. طيب انا الشخص ده بيدخل مستشفى، ففي مراحل وكأن ربنا بيمهد لي ان الانسان ده خد بالك يا هيطلع يخرج معاك يا هيكمل وهيجي ليه. يبقى انا لازم احط الاحتمالين. احط الاحتمالين بالظبط كده. يعني وبعد الصدمه بقى. بعد الصدمه، بعد الصدمه دي بقى، دي بقى المشكله. انت ذكرتي لي نقطه قبل كده، قلتي لي هو الذكريات لما نقعد نفتكر اللحظات الحلوه مع الشخص الميت دي مش بتهون علينا؟ انا سالتك فعلا السؤال ده وقتها، قلت لك ايه؟ ليها شقين. شق حلو جدا
وشق مر جدا ومحزن جدا. مش كل الذكريات الحلوه بتهون، احيانا بتوجع. ان انت بتبقي عايزه ترجعي تعيشي اللحظات دي مع الحد ده، عايزه تقولي لا هموت وارجع اخرج انا وهو في المكان الفلاني، ان هو يرجع تاني بس يرجع لحظه ونعيش اي لحظه من بالظبط كده. يا انا فاكره لما خرجت معاها مش عارفه فين، يا خبر ده انا فاكره لما رحنا مكتبه مع بعض كنا مبسوطين، ولما رحنا الافراح سوا بتقعدي تتذكري. فبتقلبي على نفسك المواجع، لا اقوم بسرعه اتحرك اطلع صداقات على روح الشخص ده، افكر تفكير ايجابي، اشوف عيلته اهله اصحابه هو كان بيتودد الى مين، اتودد الناس اللي كان بيحبهم بالظبط كده، علشان احنا نساعده ونسعده، يا دينا في هو في قبره نساعده ونسعده. تعرفي ان انا سمعت ان المتوفيين لما بيكون في حد متوفي وحد يزوره بيحسوا باللي بيزوره، بيشعروا بيه، وان هم يعني بمعنى اصح بيعايروا بعض، او انت مثلا اهلك ما جولكش دلوقتي، احنا اهلنا جولنا وهم متوفين، فالميت بيحس طبعا، دعوتي بتوصل لي، فما ضيعش وقتك في موضوع البكاء والحزن ولا لا لا ومرارة الفقد. خلاص اللي حصل حصل، جميعنا أمانة وسيتم استردادنا لله سبحانه وتعالى. ابتدي بقى اعيش وفعلا اقتنع واصدق واؤمن بان هذه اللحظة حتمية. نرجع بقى للنقطة الأولانية اللي احنا كنا بنتكلم فيها، بما اننا احنا كنا بنتكلم في السوشيال ميديا وان خدت كل الوقت، طب هل ده أثر على شكل العلاقة ما بين الرجل والست في البيت وفي الأسرة عموما؟ اتأثرت؟ اتأثر. في مقولة جميلة جدا للمبدع العالمي نجيب محفوظ، بيقول أنا لما أديلك جزء من عمري، جزء أنا بديلك ساعة من وقتي أو جزء، أنا بديلك جزء من عمري، لو بديلك لحظة بديلك جزء من عمري، ما بالك أنت شخص قاعد على جهازه بست ساعات سبع ساعات 20 30، مراته صحت من النوم عملت الفطار حطيته قدامه ما خدش باله، دخلت عملت النسكافيه ما خدش باله، ايه انت عامله نسكافيه؟ ايوه ما انت بتحش، لا ليه ما عملتيش قهوه زي ما كنت بتمنى؟ ابتدي بقى الخلافات. هي تعرف ايه ده اللي جوه دماغك؟ دي بقى تعالي بقى نتكلم في حته ازاي حصل تباعد، لان دخول الكورونا للبيوت زاد التباعد اكتر، زاد التباعد شقين، لا في ناس زاد عندهم التقارب اكتر، في ناس فالناس استغلته حلو قوي، قليلين احنا ما ننسى، اوعي تنسي البسكويت اللي بتعمل في 20 دقيقه وتنسي الافكار الحلوه، في ناس ابتدعوا افكار جميله جدا وابتكروا حاجات حلوه جدا وقت الكورونا، وتعالوا بقى نستغل، وام استغلت اطفالها تعالوا معايا المطبخ ادخلوا ساعدوني، الاب نفس الكلام. هل انت ذكرتي النقطه دي في كتابك اللي هو ما بعد الصدمه وكسر الخاطر؟ ذكرتي النقطه اللي هي عدم اهتمام الزوج وعدم مبالاته بالزوج عموما؟ 13 باب في كتاب ما بعد الصدمة في العلاقات، عندك من أول حلاوة البدايات وجمالها، باب عن الصبر، باب عن الانطفاء، في روشتة في الآخر كده عالج نفسك بنفسك. الله. تمام كده. فما بعد الصدمة القصص اللي فيه واقعية بنسبة كام؟ أقول لك 95%، وأصحابها على يعني موجودين. ما أعتقدش إن بقى في حاجة دلوقتي في مجتمعنا بقت خيالية خالص، كل حاجة كل حاجة بتحصل، كل حاجه العقل تعدى حدود ان هو يفكر فيها بقت موجوده. بالظبط كده، بقت موجوده الحاجات دي. ايه ده احنا كنا بنفكر فيها على انها خيال، دي موجوده. انت ما نفسك لما بتبقي بتفكري مثلا عايزه تجيبي شنطه معينه، انت بتلاقي مثلا على طول الفيسبوك جاب لك، انت بتعرفي ازاي؟ انت قريت دماغي. انا محتاجه مش عارفه اللون الفلاني، جاب لك مجموعه الوان. طب انت قريتي؟ خلاص احنا وصلنا لقمه التكنولوجيا، قمه التكنولوجيا خلاص، ما بقاش في حاجه، قمه التكنولوجيا ما بقاش في حدود، وقمه الانفصال ما بقاش في خصوصيه كمان، للاسف للاسف ضاعت الخصوصيه وضاع الدفء، تهنا من وطبعا بعض، وطبعا ده ادى طبعا لانفصال كتير، تهنا من بعض يا دينا. ما بقتش احس بيكي ولا تحس بيا واحنا قاعدين تحت سقف واحد. احنا في خراب اجتماعي متفشي في الفتره دي جدا، الناس مش عارفه تصبر على بعض، زمان العلاقات الناس كانت بتصبر على بعض، دلوقتي مع اول غلطه لا طلقني. بالمناسبه شفت كمان بوست كان حد قاعد بيقرا جورنال وكلهم ماسكين موبايلات ومكتوب يرعبهم كونك مختلف، مختلفا كونك مختلفا. فده كان من الحاجات الجميله جدا فعلا، ان ما بقاش في حد كمان بيقرا، ما بقاش في حد بيطلع زي الاول، ما بقاش في حد بدون قطع كلامك. عشان كده لما حد بيجيني المكتب وبعنده مشكله نفسيه، اول حاجه بقى بساله فيها انت حالك مع الله عامل ايه، لان احنا خلاص احنا ركننا العباده شويه، خلاص بقى انا هقوم اهو، انا هلحق العصر اهو، خلاص مش عارفه ايه، ابص ما بديهاش حقها. تمام. تاني حاجه انت بتعمل ايه في يومك من ساعه ما بتصحى لحد ما بتنام؟ تالت حاجه بطلب منه وهو ماشي، من ضمن الرولز اللي انت لازم تمشي لي عليها، حضرتك في البيت وانت نازل هتسيب موبايلك مع اهل بيتك وتنزل تستمتع.
الناس بقى اللي انفصلت وخلاص مفيش علاقه خلاص، تمام. انا وهو كل واحد بقى في مكان، ماشي. دلوقتي في فقد، بس فقد وهو عايش او هي عايشه. طب الناس اللي تعرضت للفقد ده، انت جيتي لي ملعبي، ماشي، انت جيتي لي ملعبي دلوقتي، تعمل ايه؟ ده غير ان في ناس، يعني هدخل لك في سؤال تاني، مش هو ده السؤال، اهدافها كلها كانت منحصره في ان الشخص ده موجود، هو ده هدفي، تمام، هدفي ان انا اسعده وارضاه والكلام ده كله. تمام. الشخص ده ما بقاش موجود دلوقتي، تمام. طيب انا دلوقتي اصلح الناس اللي هو ما عندهمش هدف من البدايه، اللي بنوا اهدافهم غلط، ما عنديش هدف، ما فيش هدف في حياتي، فلما لقيت الشخص ده بقى هو هدفي، ازاي الشباب والشابات يبقى عندهم هدف، يبقى عندهم طريق، بدايه، يعرفوا هم عايزين ايه؟ اقول لك من الاخر، بين قوسين، تقدير الذات. تقدير الذات، تقدير الذات. انت ما بتقدرش نفسك، مستني غيرك يقدرك؟ صعبه قوي، صعبه قوي. عشان كده لما بطلب من اي حد يجي لي هوم ورك، فبيقول لي ملوش لازمه ان انا اقعد اكتب في البيت اجابات، انا مش طالب في المدرسه. اقول له لا، انت بتتكلم معايا دلوقتي بعقلك، قلبك هو اللي هيتكلم على الورق. لا للاسف وقتنا خلص، انت عايزه مليون حلقه عشان حبيبتي، ربنا يخليكي، شرف. وطبعا انا بختم الحلقه وللاسف الوقت كان قصير جدا، وكان نفسي اقعد معاها اكتر من كده، بس بنوعدكم بمزيد من الحلقات، والى اللقاء في حلقه قادمه مع 6 على 6.